السلام عليكم. دي اماكن الخروج في راس البر. اول حاجه في هنا ووتر بارك، وفيها العاب، مدينه العاب مائيه بالاضافه الى العاب عاديه. بس هي دلوقتي فاضيه، احنا ممكن نيجي بعد العصر. دي في شارع 109 جوه شويه، يعني قرب البحر. ده المدخل للألعاب العادية. الأول الألعاب المائية في الأواخر شوية، أنا هحاول أجيبها لكم من بره لأن هي دلوقتي طبعا الشمس مش لقيتش حد جوه أساسا. الألعاب المائية هناك باينة، اهي الزحاليق باينة، شايفينها؟ ده شارع 109. في أول الشارع في جاردينيا، كومباوند جاردينيا، ده الشارع. مدخله بقى من هنا، انا هطلع دلوقتي على الرئيسي. ده كده احنا لسه في شارع 109، احنا كده طلعنا على الرئيسي. منتجع جاردينيا. ده كده المفروض من مدخل راس البر، بس هو قدام شويه. بناخد بقى الطريق كله على طول في الجربي وفي اللسان. احلى حاجه في راس البر، حتى في مدخل راس البر، كميه النخل اللي موجوده. طبعا احنا عارفين ان مصر كانت اول دوله في انتاج التمر، بس دلوقتي خلاص العراق تصدرتها، والامارات دلوقتي كمان. ده الشارع الرئيسي. اي شارع من هنا من ناحية الشمال بيودي على البحر على طول. لو فضلنا ماشيين على طول كده احنا طلعنا على اللسان. احنا كده رايحين على المنطقة الأولى والجامع، وطبعا أي شارع من على الشمال من هنا ندخله على طول ونمشي لغاية الآخر، هتلاقي البحر قدامكم. لكن هنا قدام هنطلع على اللسان يمين بقى عند الجامع، هيكون السوق المركزي الرئيسي وشارع النيل والمراكب بقى، وبرضه من شارع النيل ممكن تروحوا اللسان. المنطقة بقى هنا كده كلها فنادق، ده كله فنادق كده على الطريق الرئيسي،
وطبعا في فنادق اللسان. وفي هنا حمام سباحة دولفين على شارع 33. وده الجامع الرئيسي. يعني هي تعتبر راس البر شارع رئيسي واحد ومتفرع منه شوارع بقى يمين وشمال. يعني هنا الجامع وده السوق الرئيسي. ولو كملنا على طول يبقى كده هنطلع على اللسان. بيبدعوا بجد في التصاميم بتاعتها. هنا برضو دي مجموعة مطاعم قرب اللسان. طبعا بالليل بتبقى حلوة قوي. هي دلوقتي طبعا مش بتفتح الصبح. احنا كده وصلنا اللسان والفندق قدامنا. ستيك اند برجر. قدامه برضو في مجموعة كافيهات وفي فنادق تانية اهو. فندق هنا دي كلها اوضة. اللسان مليان فنادق. في فنادق كتير. مش عارفة هو ضلمة. ده الفندق احنا دخلنا سألنا وفي الريسبشن هقول لكم الأسعار. فرد البسين طلع جوه الفرد الكبير ب 500 والطفل ب 250. لو هتاخدوا أوضة في الديوز خلاص مش هندفع، ما تدفعش حاجة في البسين. تمن الأوضة ب 1800 وطبعا في الهاي سيزون بتغلى. الأسعار متغيرة. دي أسعار وسط الأسبوع لكن خميس وجمعة لها سعر تاني. ولما الموسم يشتغل زيادة في شهر 7 وكده بيبقى ليها أسعار، فلازم كله بالحجز أو بالسؤال الأول. ده في فندق اللسان مفيش بحر جواه، هو بيسين بس. البحر تبع شاطئ النخيل منطقة المطاعم. واحنا ماشيين اهو من اللسان وهو لا شاطئ العين بحر. احنا دلوقتي بنشوف شاطئ خاص برضو بنعرف الأسعار وهقول لكم عليها. تمام كده. بس هو دلوقتي احنا سألنا في شاطئ الخليج، شاطئ نظيف والمياه نظيفة. سعر الشمسية باتنين كرسي بس من جنيه. تلاتة كرسي يعني هو كرسي كل كرسي تزودوه بخمسين جنيه بس. يعني اربع شمسية واحدة واربع كراسي بميتين. بقى في النخيل. النخيل طبعا تبع الفندق فهيكون برضو اسعاره اعلى شوية. كده احنا خدنا جولة سريعة على بعض الاماكن اللي في راس البر. برضو في سينما وفي مول حسان السينما اللي جواه. برضو هعمل لكم جولة تانية في شارع النيل. انتظروني في الفيديو القادم. باي باي.